أنا طالب بالأقسام التحضيرية بوجدة، ولدي اهتمام كبير بمجال ألعاب الفيديو، ورغبتي هي العمل في هذا المجال، إلا أن هذا المجال استغله الغرب في نشر أفكاره الفاسدة، حيث أصبحت غالبية الألعاب بها إيحاءات جنسية وتتحدث عن تعدد الآلهة. هل يجوز لي أن أعمل بهذا المجال بمرادي الإشارة لدين الله؟ نعم، إذا كان عملك في هذه الألعاب ديال الفيديو تستعملها كوسيلة مثلا، كما استعملها الآخرون وسيلة لإشاعة ما يسمى بتعدد الآلهة في ذيك الرسوم المتحركة، الرسوم المتحركة وكذا، أو إلا يستعملها عياذا بالله، أسأل الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الفاحشة، فاستعملها أنت إن شاء الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الفضيلة والدعوة إلى الله وتحبيب الفضيلة إلى الناس، فأنت إذن ممن يدعون إلى الله. فهذا الثغر الفارغ، هذا ثغر لا يوجد فيه من يملأه، فأنت بإذن الله اجتهد وتفوق، واعطينا شيء فن راقي للأطفال يدعو إلى الفضيلة وإلى مكارم الأخلاق وإلى حب الدين وحب الله، كما يصورون الذات الإلهية تصوير بشع، كما أوردت القناة نتاع تونس والعياذ بالله. علاش انت ما ديرش ان شاء الله شي حاجه رائعه نتاع صور انت نعم، شي قصص خالد بالوليد ورجالات الاسلام وهكذا.